طيب هنروح ونطير لمدينة أبو ظبي. بتشهد مدينة أبو ظبي الإماراتية انطلاق أول نظام نقل هايبر لوب فائق السرعة في العالم، وده في عام 2020. تشهد إمارة أبو ظبي عام 2020 انطلاق أول قطار فائق السرعة في العالم والمعروف باسم هايبر لوب. يبلغ طول مسار النظام المبتكر 10 كيلومترات، كما أنه سيكون قريبا من مطار آل مكتوم الدولي ما بين أبو ظبي ودبي. تتيح هذه التقنية السفر لمسافة 140 كيلومترا ما بين دبي وأبو ظبي خلال 12 دقيقة فقط، علما أن هذه الرحلة تستغرق نحو 1.5 ساعة بالسيارة. يتكون الهايبرلوب من أنابيب منخفضة الضغط وخالية من الهواء، وبداخلها كبسولات لنقل المسافرين بسرعات عالية تقدر بنحو 300 كيلومتر في الساعة، حيث يتم الاعتماد على نظام الدفع الكهرومغناطيسي لتسريع حركة الكبسولات القادرة على استيعاب 10 ركاب. ومن المتوقع أن تنقل هذه الخدمة حوالي 10,000 مسافر في الساعة في كلا الاتجاهين. الجدير بالذكر أن هيئة النقل بدبي تسعى إلى أن تكون 25% من جميع الرحلات بدون سائق بحلول عام 2030. حاجة معجزة بجد والله أميرة، حاجة معجزة. التقرير بيقول لنا إنه من دبي لأبو ظبي اللي سافر من حضراتكم الإمارات، المسافة بينهم في الهاي واي أو الطريق السريع بتاخد 2.5 ساعة. 42 كيلو بالظبط. التقرير بيقول لنا أميرة في 12 دقيقة، يعني 12 دقيقة من إمارة لإمارة. يعني على رأي روز رئيس التحرير احنا ممكن نروح اسكندرية في 10 دقايق لو انا يعني لو احنا عملناها عندنا في مصر، يعني اقوم اشرب بس كوباية المية واوصل. انا وصلت خلاص والله. لا في 2030 كمان هيكون مفيش سائق للقطر ده يعني. بس هي البنية التحتية في الامارات عموما متقدمة جدا. شبكة المواصلات سواء في دبي او ابو ظبي، في كل يوم يعني مترو الانفاق او المترو الخاص في ابو ظبي مترو مميز جدا. صحيح. مختلف جدا. هم كل سنة بيضيفوا حاجة، مش بس كل سنة، كل شهر اللي بيزور الإمارات بيكتشف إنه في حاجة جديدة في البنية الخاصة التحتية بدولة الإمارات. طيب.